فلسطين أمانة. نقدم هذه الوقفة الاحتجاجية استذكاراً وتمديداً لمعاهدة التطبيع التي تم توقيعها منذ سنتين، فنقول لهم أوقفوا هذه المعاهدة، أوقفوا هذه المعاهدة، وأن المغاربة عبروا عبر المسيرات والوقفات عن موقفهم الرسمي من هذه العملية، فكلنا ضد التطبيع وكلنا مع فلسطين. هذه وقفة ما هي إلا وقفة استعداداً للمسيرة المليونية الشعبية يوم الأحد بالرباط. فنقول لمن حضر هذه المناسبة لكي نعبر عن تضامننا اللهم اشهد مع أحبابنا في فلسطين بأصواتنا وبحناجرنا وبأشكالنا. Shut up!